بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد عطية دهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. النهاردة جايين نتكلم معاكم عن أشهر 3 أسباب للإسهال، لكن بعد الفاصل انتظرونا. يلا بقى على طول نبدأ بشكل مستمر عشان ما نضيعش وقت الحلقة بتاعنا، الثمين. أشهر 3 أسباب بتقابلنا في العيادة، اللي هي حالة النزلة المعوية، حالة القولون العصبي، حالة الأميبا. هناك أسباب أخرى مؤدية إلى الإسهال زي الإيدز أو تسمم. بصوا يا جماعة بشكل بسيط كده عشان نلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بدون كلام معقد، بكلام بسيط نقدر كلنا نفهمه، اي حد يتفرج علينا يقدر يفهمه بشكل، مفيش حد يبقى خارج مش مبسوط. عايزين كل الناس من هنا تكون طالعة مبسوطة من الفيديو ده. عايزكم بقى تركزوا معايا واحدة واحدة ازاي نفرق ما بينهم كله. بصوا يا جماعة، ما نيجي نتكلم عن تشخيص الاميبا نقدر نقول بشكل بسيط قوي، احنا الكلام ده يا دكتور بتدينا دايما معلومات جميلة جدا ومهمة جدا وناس كتيرة جدا ما تعرفهاش، لكن دلوقتي يا دكتور ازاي نشخص حالة الاميبا؟ بصوا يا جماعة، قبل ما نتكلم عن تشخيص الاميبا لازم نتفق اتفاق كده مع بعض. لما نيجي نقول اسهال سواء كانت النزله المعويه او القولون العصبي او الاميبا، ان كلهم مشتركين في حاله وجع البطن، تمام؟ دي كده النقطه رقم واحد. النقطه الثانيه بقى نمسك كل حاجه من اللي نمسك الاميبا ونتكلم فيها بشكل. لما نيجي نتكلم عن تشخيص الاميبا نقدر نقول ان في وجع اثناء التبرز مع ريحه براز كريهه طبعا، والحالات الاساسيه اللي قلنا عليها ان في اسهال مع وجع بالبطن، يبقى اسهال ووجع بالبطن وريحه براز كريهه ووجع اثناء التبرز. ده كده بشكل مختصر خالص الاميبا. بصوا يا جماعه، ما نيجي نتكلم عن تشخيص النزله المعويه لازم يكون في اسهال، والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزله المعويه تروح تتفرج عليه دلوقتي حالا، في معلومات كافيه وشامله عن الاسباب والتشخيص والعلاج والروشته الطبيه اللي بتتكتب في العيادات. نتكلم عن النزله المعويه نقدر نقول بكل بساطه انها يكون مصحوب مع الاسهال بتاعنا ترجيع وسخونيه، والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزله المعويه بنخش دلوقتي بشكل حالا نروح اتفرج على الفيديو ده، وبعد كده تعال لنا مره ثانيه علشان نكمل مع بعض اللي المفروض نعمله. يبقى احنا كده عرفنا تشخيص الاميبا، عرفنا تشخيص النزله المعويه، يلا بقى نتكلم دلوقتي على تشخيص القولون. جميل جدا يا دكتور الكلام اللي حضرتك بتقوله، قلنا الاميبا وتشخيص الاميبا، قلنا تشخيص النزله المعويه، دلوقتي نتكلم كيفيه تشخيص القولون العصبي. لما نيجي نتكلم عن تشخيص القولون العصبي لازم نقول ان في انتفاخات وسوء في الهضم مع وجع البطن، وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي، عشان كده بننصح الناس بلا استثناء في كل في كل الاماكن، في كل الندوات، في كل الدورات، في كل المؤتمرات، في التلفزيونات، في الراديو، في كل الاماكن بننصح بنقول ممنوع العصبيه، ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجيلك الضغط، انت اللي هيجيلك السكر، انت اللي هيجيلك القلب، انت اللي هتموت في النهايه وهو قاعد كده في حاله من البرود. يلا يا جماعه بقى دلوقتي نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا اول حاجه عن الاسهال، وقلنا ان الاسهال اشهر 3 اسباب ليه: 1 الاميبا، 2 النزله المعويه، 3 القولون العصبي. بشكل بسيط اتكلمنا عن الاسهال، قلنا هناك 3 اسباب رئيسيه او من اشهر الاسباب اللي بتقابلنا في العيادات، قد تكون هناك اسباب اخرى زي الايدز او تسمم او ايا كان الاسباب الاخرى، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن اشهر 3 اسباب بالفعل بنقابلها في العياده، اللي هو الاميبا والنزله المعويه والقولون العصبي. لما نيجي بقى نتكلم عن كل حاجه، اول حاجه لما نيجي نتكلم عن الاميبا نقدر نقول ان في ريحه براز كريهه وفي وجع اثناء التبرز طبعا مع وجع البطن. يبقى احنا كده نميز الاميبا ازاي؟ في ريحه براز كريهه، في وجع اثناء التبرز، في وجع بالبطن. لما نيجي نتكلم عن الجاسترونترايتس او النزله المعويه نقدر نقول ان في وجع بالبطن مع الترجيع والسخونيه، وروح اسمع دلوقتي فيديو النزله المعويه علشان تاخد معلومات مفصله عن الاسباب والتشخيص والعلاج والروشته الطبيه اللي بتتكتب في حاله النزله المعويه. وثالث حاجه اللي هو القولون العصبي، اما نيجي نتكلم عن القولون العصبي يعني في وجع اسهال او امساك، في وجع بالبطن، في سوء هضم، في انتفاخات، وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي. عشان كده بننصح كل الناس في الروشته بتاعتنا مش مجرد ادويه بس، نكتب كده ممنوع العصبي، مش عايزين نسمح لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبنا. يبقى كده كده لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه. طب يا دكتور بقى الروشته اللي بنكتبها في حالات الاسهال، روشته الاسهال في العياده ايه يا دكتور؟ يلا بينا نتكلم بقى دلوقتي عن روشته علاج الاسهال. وزي ما احنا قلنا من شويه الاسهال وزي ما احنا قلنا من شويه هنبحث عن السبب بتاعنا، هل هو gastroenteritis، هل هو colon spastic، هل هو اميبا،
هنبحث عن السبب بالظبط. بالنسبة للنزلة أو النزلة المعوية، بالنسبة للنزلة المعوية عاملين فيديو كامل عن النزلة المعوية، روح اتفرج عليه دلوقتي حالا علشان تعرف علاج النزلة المعوية. هنسيب لكم الرابط في الفيديو تحت. ده بالنسبة لعلاج النزلة المعوية. لو طلع السبب بتاعنا قولون عصبي، اهو القولون العصبي، روح اسمع الفيديو عشان تعرف علاج القولون العصبي. اللي هنتكلم بقى عليه دلوقتي اللي هو علاج الأميبا. علاج الأميبا، علاج الأميبا، يلا نعرف بقى علاج الأميبا ايه. لما نيجي نتكلم عن علاج الإسهال المسببة للأميبا يبقى هنكتب حاجة أنتي بكتيريال. طب ايه الأدوية يا دكتور اللي فيها الأنتي بكتيريال؟ بشكل بسيط نقدر نقول الحاجات اللي فيها حاجة اسمها الانتو سيد تابلت أو الفلاجيل، فلاجيل تابلت أو استريبتو، استريبتو كين تابلت 500 ميلي جرام. ده بشكل بسيط يا جماعة. يبقى احنا دلوقتي بنعالج الاسهال مسبب الاميبا، او معالج القولون العصبي او علاج النزله المعويه. ارجعوا للفيديوهات بتاعتها فيها معلومات قيمه جدا، كاتبين الروشتات هناك بشكل مفصل. لكن النهارده كتبنا علاج الاميبا المسببه للاسهال. بنكتب حاجه انتي بكتيريال، يعني بالعربي برضو مضاد للبكتيريا. الحاجات دي كلها لعلاج الاميبا المسببه للإسهال. وبكده يا جماعة يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. بالنسبة لاستخدام يا جماعة الأدوية دي، قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. عايز منكم كلكم بلا استثناء انزل اعمل لايك او ديسلايك لو مش عجبك الفيديو. يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، مش عجبك الفيديو اعمل ديسلايك، علشان حتى انا اقيم نفسي واعدل من نفسي بشكل مستمر بحيث ان الجميع يستفيد. شاركوا الفيديو فالدال على الخير كفاعله. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية. دمتم بصحة وعافية، انتظرونا في حلقة جديدة.